صباح الخير يا نسوان. صباح النور ابن عمي. ليش هيك طالعين مثل عصافير الجنه؟ بيقول لي عالي يجيب لكم شيء قفص حطكم فيه. شو كنتوا عم توتوتوا؟ ابن عمي انا رح اقوم اسوي لك فنجان قهوه. قولي لي لشو؟ ابن عمي عم تسالني بدري انه شو رح نسمي ابننا؟ شو قلتي له؟ قلت له انه والله لسه انا وابو عبده ما فكرت. صحيح ابو عبده شو بدنا نسميه لابننا؟ عم افكر بفرد مره اعطيه اسم مستعار. شلون؟ ما فهمت. يا انه اذا بدي سميه اسم عادي بكره بيكبر بيجي الكبير بيعطيه اسم مستعار مثل ما صار امبارح. ليش الكبير عطاك اسم مستعار؟ ايه قال في معركه مع الفرنساوي مشان وقت بده ينادينا ما نعرف كل واحد باسمه مشان اهل الحاره يعني ما ينكشفوا. شلفنا كل واحد اسم. انا اعطاني اسم لا بينبلع ولا بينزار ببان. شو سماك ابن عمي؟ طلع بلعو. على شو عم تضحكي وليه؟ ابن عمي عم بضحك على الاسم، يعني بكره بيصير اسمك ابو عبده طلع بلعه؟ من دون ابو عبده. يعني بس ينادوا بالمعركه طلع بلعه بعرف انه عم ينادوا ابو عبده. ودخلك ابو حده جارنا كمان عطوه اسم مستعار؟ لك سلخوا اسم غير شكل. اسمه المستعار شلفوا بالشحاطه، وكل رجال الحاره اخذوا اسماء من عند الكبير. ايوه ابن عمي شو بدك تعطيه اسم لابننا؟ عصايتك ريك.